حديث تكفير كل لحي ركعتان ليس دليلا على أن الركعتين سنة عند المخاصمة، كما يقوله بعض المعاصرين اليوم ويرسلون بذلك السنة مهجورة. وإنما المقصود بالحديث أن الإنسان إذا لاح أخيه فعليه أن يفزع إلى الصلاة، وهذه الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا أو حتى ركعتي الوضوء أو ركعتي تحية المسجد، أي ذلك فإن ذلك يكون سببا للتكفير، بشرط ألا يكون في قلب المنازع شيء، بشرط ألا يكون في قلب المنازع شيئا لأخيه المسلم بعد اللحاء. الله تعالى أعلم.